والآن يتأهب ويستعد بانيكا. بانيكا يرسل كرة بانيكا. ابن الفضة لن يرضى للشباب بغير الذهب سوى باللقب في هذا الموسم. بانيكا يسجل أول أهداف المباراة بعد ركلة جزاء يتسبب بها وسام الخلف. 1-0 الليث، 1-0. لكن شوف التمريرة، لاحظ الكرة اللي جات من جوانكا، على طول أرسل الكرة على يسار براد جونز، والشباب يشعل فتيل الديربي، يشعل نيران الديربي. بانيكا الآن يتقدم بالشباب والكرة تعود الحسين الذي يفكر يبحث بدورة عن الزميل، يمرر كرة رائعة جدا إلى اليسار. الشباب في شوط المباراة الأول أفضل إلى حد الآن. السوري يتقدم، السوري يحاول يلعب كرة عرضية. أوبو أوبو لليث هيبة تظهر في البشر إذا انتفض الشباب، إذا سجل الشباب، إذا تسلطن الشباب. والشباب يتسلطن في هذا الموسم. كرة راسية من جوانكا، من جوانكا، على طول يسجل 10 أهدافه. يا لها من تمريرة يا حسين، يا له من مرور يا عبد الله، يا لها من عرضية يا زوري، يا له من إنهاء يا جوانكا، على طول جوانكا. يا سلام، عبد الله الزوري بخبرة السنين يلعب كرة على طول وعرضية، والأجمل وهدف شبابي ثاني في المباراة. 2-0 لمصلحة الشباب. الليث الأبيض يتقدم في نتيجة الديربي، يتقدم في نتيجة الديربي. وإذا نشاهد الميدان، الشباب الآن ب 36 هدف كأقوى هجوم، كذلك يستمر في الدوري. جول، وجاء الهدف الثالث من جوانكا ابن الأرجنتين بالثلاثية في شباك النصر. الشباب لا يشيخ، لا يشيخ. جوانكا بتسديده قويه جدا تسكن شباك براد جونز. يا لها من كره، يا لها من تسديده على طول الى مرمى براد جونز، الى مرمى براد جونز. 3-0 في واحده من اجمل لقاءات الشباب، في واحده من اجمل المباريات التي يقدمها الليث الابيض في هذا الموسم. يا لها من كرة يا جوانكا، ولاحظ السعادة، لاحظ الفرحة الكبيرة من هذا اللاعب الأرجنتيني. حرة غير مباشرة تنفذ إلى بيتروس، لمسة لا تزال في وسط الملعب خاطئة من بيتروس، كرة ترسل أمام إيكالو. في ساحة النصر، يحلق في ساحة النصر، ونتيجة كبيرة، كبيرة للشباب. 4-0. خطأ كان من بيتروس، إيكالو يسجل أول أهدافه مع الشباب. شوف الكرة من جديد، لاحظ اللقطة، لاحظ الأسيست من بانيكا، الإنهاء من إيكالو. شبابية الآن تأتي بالهدف الرابع الذي سجل من إيكالو. 4-0 في المباراة، 4-0 في هذا الديربي. ولاحظوا السعادة الكبرى للجهاز الفني الشبابي.